اليوم العالمي للتسامح في عام 1996 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى الاحتفال باليوم الدولي للتسامح في 16 نوفمبر من خلال القيام بأنشطة ملائمة توجه نحو كل من المؤسسات التعليمية وعامة الجمهور. وقد أعلنته الجمعية العامة في عام 1993 بأن يكون عام 1995 في الأمم المتحدة هو عام التسامح. وأعلنت هذه السنة بناء على مبادرة من المؤتمر العام لليونسكو في 16 نوفمبر عام 1995، حيث اعتمدت الدول الأعضاء إعلان المبادئ المتعلقة بالتسامح وخطة عمل متابعة سنة الأمم المتحدة للتسامح، بالتزام الدول الأعضاء والحكومات بالعمل على النهوض بالإنسان وحريته وتقدمه في كل مكان، وتشجيع التسامح والاحترام والحوار والتعاون فيما بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب. تكمن هذه الضرورة في جوهر ميثاق الأمم المتحدة وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى، خصوصا في هذه الحقبة التي تشهد زيادة التطرف العنيف واتساع الصراعات التي تتميز بتجاهل أساسي للحياة البشرية. برحب بحضراتكم مرة تانية. قد إيه جميل إننا نعيش في سلام ونعيش في محبة ويكون جوانا روح التسامح، مش بس روح التسامح، دي ثقافة لازم نعلمها للأجيال الجديدة، لازم نعلمها لأولادنا، لازم يطلعوا إزاي يعرفوا يقبلوا كل الناس اللي حواليهم مهما كانوا مختلفين عنهم. تبتدي في البيت، تبتدي في المدرسة، تبتدي في دور العبادة، في كل مكان لازم نتعلم يعني إيه التسامح. حضراتكم تابعتوا في التقرير اليوم العالمي للتسامح، لكن إحنا مش محتاجين نستنى يوم في السنة اللي هو 16 نوفمبر اللي أقرته الأمم المتحدة عشان نحتفل بالتسامح. دي حياة المفروض أننا بنعيشها كل يوم، دي تعليم كتابنا المقدس اللي المسيح ادهلنا ولازم نعيش بيها، بس لازم نختبر وندوق جمالها عشان نقدر فعلا نطبقها، لأن المسيح قبلنا عملها وقدمها لنا عمليا. نتكلم أكتر عن مفهوم التسامح وإزاي هو قوة مش ضعف. لكن بيشرفنا وبيباركنا ويسعدني جدا وجود نيافة الحبر الجليل أنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان. أهلا بيك سيدي. أهلا بيك، وكل مرة وأنتم طيبين. بالحقيقة بفرح جدا لما أجي أقعد معاكم في لقاء صباح النور. ربنا يخليك سيدنا، إحنا اللي بنفرح بوجودك معنا وصباح النور على نيافتك. والتسامح يعني يمكن في كل الأحداث اللي بنمر بيها صعبة، خاصة بالمجتمع، خاصة بالكنيسة، خاصة حتى بعلاقاتنا الشخصية مع بعض، بنتكلم عن التسامح. لكن المفهوم بتاع التسامح أكيد مش واصل لكل شخص زي التاني، فلو عشان نتكلم في التفاصيل ولازم الأول نعرفه إيه التسامح حقيقة. برضو يعني عايز أقول إن التسامح هو الخطوة التانية، الخطوة الأولانية المحبة، ودي الأساس. لو أنا عندي محبة لفلان أو كده، هبتدي أحس معاه إن أنا بفرح بوجوده حتى لو حصل مشكلة بيننا بتدوب بسرعة، يبقى التسامح سهل. أصل المشكلة إيه؟ المشكلة إن إحنا يقولك إحنا في الزمن ده ما أقدرش أسامح فلان يا أبونا، ما أقدرش ده عمل فيا وخلى وسوى وعمل. إذن هو حاسس من جوه إن هو انضغط، حاسس من جوه إن هو زي ما بيقولوا تلسع مثلا من موقف معين. السؤال، هل في محبة أساسا؟ الفرشة الأساسية لو المحبة موجودة التسامح هيجي، لكن التسامح لوحده من غير محبة مش هيمشي، مش هتيجي. فبالتالي أنا محتاج الأساس هو المحبة، والتسامح زي ما بيقولوا يبقى الدور الأولاني في المبنى، وبالتالي المحبة هي الأساس اللي أنا ببني عليه فكرة التسامح. في ناس بتشوف أن المحبة بالعكس، من كتر ما أنا بحب حد فببقى مصدوم في تصرفاته معاه، فبالتالي مش بعرف أسامحه، يعني ما على قد ما هو غالي عندي قوي على قد ما غلطه في حقي خلاني مش عارف أسامح. مش عارف أسامح، هي دي نقطة بقى إيه إحنا عايزين نتكلم فيها على محورين. تفضل. المحور الأولاني إزاي أنفذ الوصية عموما. أحكي لك حكاية. عارفة في الأديورة بيبقى حوالينا صحرة كميات كبيرة، فبنبتدي نحاول إن إحنا نستصلح الأرض مثلا أو إن إحنا نزرعها. أول نقطة بنحدد مثلا مساحة معينة، 20 فدان، 15 فدان، 30 فدان، بنحدد مساحة معينة هنشتغل فيها. المساحة دي بعد ما حددناها ابتدينا ندخل الجرار الغلبان بتاعنا عشان يساوي الأرض. طبعا الجرار الغلبان هتبص تلاقي إيه، جت صخرة كبيرة في النص. الصخرة دي عايزين نشيلها، عايزين نكسرها، عايزين نستبدلها.
قلنا إيه؟ قلنا إن إحنا نلم كل العمال وكل الأبهات وكل الكرارين ثلاثة اللي عندنا ونطلع في يوم، يوم حد، يوم اتنين، كلنا يعني مع بعض، ونحاول إن إحنا نتصرف في الموضوع. طول النهار ما وصلناش لحل، للصخرة كبيرة والجرارات اللي عندنا صغيرة ما تستحملش إيه الحجم العمل ده. واحد راهب صغير كده رفيع قد كده قال ما تقلقوش خلاص بقى كله يروح، قليته كله يروح وانا بكرة الساعة 9 هكسر لكم الصخرة دي. طب وش معنى الساعة 9 بكرة هيعمل ايه يعني؟ فقال بس ما تقلقوش انتوا، بس كل واحد بس بكرة الساعة 9 تيجوا تشوفوا. اتاري هو اتكلم في التليفون، اتفق مع لودر كبير انه يجي تاني يوم الدير. هو رفيع قد كده، انت سقتي اللودر قبل كده يا هبه؟ لا ما سقتي ولا انا، لكن هو قاعد على اللودر كده ايه لعب بشويه عصيان، يرفع الشوكه دي ويخبطها على الصخره مره واثنين، الثالثه كانت اتكسرت. هتقولي ايه في الاخر؟ هتقولي ابونا فلان كسر الصخره، لكن هو كسرها بقوته؟ لا مش بقوته. ولو الدير كله تلم برضه ما قدرناش. المشكله ان احنا محتاجين لتنفيذ الوصيه محتاجين قوه ربنا. بنتصور احيانا ان احنا هننفذ الوصيه بقدرتنا الذاتيه، انا كانسان هقدر انفذ الوصيه، لا صعب صعب. واللي بيتقال لما حد بيقول انا مش قادر اسامح انا مصدقه. انا مصدقه ليه؟ لانه بيحاول بقدرته الشخصيه ان هو كانسان يتغلب على مشاعره، يتغلب على اللي حصل معاه، يتغلب على الموقف كله ويسامح. صعب صعب. جميل ده سيدنا، انا حاسس ومصدقه ان بالزبط. لما يقول مش عارف اسامح، لكن لازم يبقى فاهم ان تنفيذ الوصيه محتاج لودر، محتاج قوه ربنا هي اللي تنفذ. ربنا قال احبوا اعدائكم، مش قادر. باركوا لعينيكم، مش قادر. صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويتخذونكم، صعبة صعبة. لكن لوحدي صعبة، لكن لو ربنا قلت له كده يا رب أنا مش قادر أنفذ الوصية بتاعتك، تعالى أنت اديني القوة، اديني الاحتمال، اديني القلب المفتوح، اديني مساحة من جوايا تخليني أنفذ وصيتك. طب ما يعني نيافتك لو عملت لنا سبوت كده على مفهوم التسامح من خلال الكتاب المقدس زي ما نيافتك بتتكلم، من خلال تعليم المسيح اللي انا بطلب قوه ربنا واقوله زي ما انت علمتني وزي ما انت عملت في الكتاب، هو اللي ينفذها فيا. وبالتالي هيتقال في الاخر ايه؟ هيتقال في الاخر ابونا فلان هو اللي كسر الصخره، في حين ان مش ابونا اللي عمل، في لودر عمل، في قوه بتقدر تعمل. لو انا اعتمدت على ضعفي البشري مش هقدر، صحيح، ومش هحتمل. يعني ما تضايقيش مني، تبص لاقي واحد حصل له مشكله زي دي مع واحد مثلا وعمل فيه يعني قصه معينه، تبص لاقي الضغط عالي، السكر اتلخبط، ضربات القلب مش مظبوطه، وممكن يخش انعاش بسبب مشكله زي دي. ليه؟ لان كل ده جه على اعصابه هو، امكانياته البشريه ما استحملتش. وبالتالي لو انا فكرت في امكانيات بشريه مش هسامح. ده ممكن واحد فعلا هو يتعب عشان يعتذر لحد، يعني لما يضغطوا عليه انت هو ده مديرك ده لازم تقول له تعتذر له عشان الموقف يعدي، وهو يبقى واخد الموضوع على كرامته، فكلمه انا اسف يقولها يروح واقع على طول. يعني ده اللي انا اقصده. يبقى هنا بنتعامل مع امكانيات بشريه. امكانيات البشريه محدوده. الوصيه دي عايزه امكانيات ربنا جوايا. انت يا رب اللي تفتح قلبي، تديني سلام، تديني ان انا احتمل، تديني ان انا احب، تديني ان انا اسامح انفذ. يبقى الخطوه الاولانيه لازم تبقى النقطه دي مفهومه، عشان انفذ التسامح انا محتاج قوه ربنا جوايا. مش هقدر اعملها بعضلاتي، مش هقدر اعملها بامكانياتي البشريه. ودي النقطه الاولانيه الاساسيه في الموضوع. تمام ماشي. النقطة الثانية أو المحور الثاني في الموضوع، إزاي بقى أنفذ الوصية؟ في البستان في قصة حلوة قوي للأنبا أنطونيوس. أنبا أنطونيوس جاله ضيوف قاعدين معاه، فبيقول لهم إحنا يا جماعة لازم ننفذ وصية المسيح. قالوا له أنهي؟ قال لهم أحبوا أعداءكم باركوا لعنيكم. قالوا لا 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 لا، صعب قوي دي يا أبانا. طيب خلاص بلاش دي، طب نقل شوية، على الأقل ما تردوش الشر بشر. لا صعبة يا مابان، مش هنقدر ننفذها. طب على الأقل ما تفكروش بالشر ناحيته. لا صعبة يا أبانا، مش هنقدر ننفذها. فيقولك نادى تلميذه، فلان تعالى اصنع لهم مائدة واصرفهم. ليه؟ لأنهم مش عايزين ينفذوا وصية المسيح. أنا عايز أقول إيه من القصة دي؟ إن في درجات لتنفيذ الوصية. ممكن أنا شخصيا ما كنتش قادر أنفذ الدرجة الأساسية، طب ابتدي بالدرجة الأقل واحدة واحدة لحد ما أوصل لتنفيذ الوصية الأساسية. إزاي؟
جالي واحد يحكي لي أن زميله في المكتب عمل معاه مشكلة وبلغ الرئيس وخصموا للأخ ده فلوس رغم أنه ما كانش عامل حاجة غلط ولا حاجة، يعني ادعى عليه حاجات ويعني زي ما بيقولوا كده قال عليه كلام مش مظبوط، والمهم أن المدير اقتنع وكان الأخ ده عايز يعمل شغلانة كده عشان يمسك هو رئيس المكتب. فالتاني طبعا حزت في نفسه قوي ان هو خصموله في مهيته وهزقوه وطلعوه غلطان و و و و، فجالي يتكلم قال لي مش طايقه بخش المكتب يعني بشوفه قدامي بحس ان انا عايز يعني افرتكه. قلت له طب وبعدين؟ مش ده المسيح اللي نعرفه؟ قال لي طب اعمل ايه يعني؟ قلت له طب تقدر تصبح عليه مثلا؟ قال لا ما اقدرش اصبح عليه، ما اقدرش اقول صباح الخير، ما اقدرش اقول له صباح الخير. قلت له طب على الاقل لما تخش المكتب وهم قاعدين كلهم قول صباح الخير للكل وبما فيهم هو. يعني متخصصش صباح. ايوه بالظبط. يعني ما انتش قادر تقول له هو يا شخصيه صباح الخير، قول للكل. قال لي بخش المكتب وانا مش قادر مش طايق. قلت له لما بيحصل حاله وفاه عندكم مثلا حد قريب حد بتعملوا ايه؟ قال لي بنلم بعضينا ونروح كلنا عز، يعني نشوف العزا فين وبنروح كلنا عز. قلت له لو حد طرفه يعني حصل حاجة هتروح؟ قال لي صعب يا ابونا ان انا اروح. قلت له بس الواجب ان انت لو حصل له اي مشكلة عزاء او فرح او حاجة نبارك له او كده لازم تجامل، وحتى على الاقل برضو وسط ايه؟ وسط المجموعة، ما تفصلش نفسك عن المجموعة. قال لي يعني هتبقى تقيلة شوية لكن ممكن انفذها. ايه اللي انا بقوله؟ اللي انا بقوله اذا ما قدرناش نوصل لمرحلة ان انا احب واسامحه على الاقل ما عملش فيه، ما ردش الشر بشر، دي نقطة. على الأقل لو قدرت أن أنا أجامله في حاجة أجامله، على الأقل لو قدرت أساعده في حاجة أساعده، تبتدي العملية تدوب بيني وبينه المشكلة دي، تبتدي خطوات معينة ناخدها بحيث أن احنا نوصل في الآخر أنها تبقى يعني إيه أسامح في الآخر على اللي هو عمله فيها. المهم الواحد يبقى عنده ثقة أو مصدق أنه مع الوقت بخطوات زي اللي نيافتك بتقولها الموضوع هيهدى وهيدوب. بالظبط. يعني ودي نقطة بوردر لازم نبقى احنا عارفينها كويس، أن عادة لما بتحصل مشكلة من هذا النوع بين أفراد اللي بيحصل نوع من فترة غضب، والغضب ده شديد جدا. أحيانا زي ما أنت بتقولي لو كان الغضب ناحية واحد أقل مني ممكن أرد عليه الزعل بزعل، لكن لو واحد مثلا زي ما انت بتقولي مديري او حد اعلى مني فانا حكتم في جوايا وايه واغلي. اذن دي مرحله في الاول غضب، المرحله الثانيه هي مرحله بدايه هدوء، المرحله الثالثه هي مرحله الهدوء بقى وان انا ابتدي انسى الموضوع. احيانا الفترات دي بتاخد وقت طويل مش بتيجي بالسهل، عشان كده بقول محتاجه نعمه ربنا، محتاجه قوه ربنا من جوه، محدش يعتمد على ذاته في النقطه دي بالذات، محدش يعتمد على ذاته، وإلا زي ما بقولك كل المؤشرات اللي جوايا ضربات القلب هتزيد، السكر هيتلخبط، الضغط هيعلى، حاجات كتير هتحصل. ولو ما حصلش كل ده فأنا هنفس عن غضبي بحاجة وحشة جدا هعملها لو اتعاملت في المرحلة الأولى اللي نيافتك قلت عليها، عشان كده بقول قمة الغضب. مرحلة الأولانية ما تعملش شر بشر. على الأقل لو حصل أي مجاملة من ناحيته بتروح تجامل، حتى لو وسط المجموعة، ما انت شايح لوحدك بس وسط المجموعة. الخطوة الثالثة أن أنا على الأقل لما اهدى تبتدي الأمور تتحسن. الموضوع أنا عارف كويس أنه هو مش سهل، تنفيذ وصية المسيح أحيانا على مستواي الشخصي بتبقى صعبة، لكن محتاج أن ربنا يعمل إيه؟ هو اللي يديني قلب متسع يساع المشاكل دي كلها. فينا اللي بيشوف انه صعب يسامح القريبين منه قوي في محيط العيله والاصدقاء والناس اللي متربي معاهم، لانه ما كنتش متوقع منه. أيوة كده ازاي يطلع منه ده. وفينا اللي ما بيعرفش يسامح الغريب، انا ما اسمحلوش انه يعمل فيا كده، انا مش ممكن اسامحه. فحتى فكره زمن يفتك قلت الدرجات بتاعه الغضب بتاعنا وان احنا نطلعها او ما بنعرفش نسامح مين بتبقى على حسب برضو كل واحد فينا ايه. الدرجات اللي نفسك اتكلمت عنها دي ليها علاقه بانواع التسامح يعني، ولا التسامح هو كله حاجة واحدة يعني بنفذ الوصية وخلاص؟ أنا أقول حاجة، أقول أن التسامح الدرجة الأولانية فيه إن أنا ما ردش الإساءة، والدرجة الأخرانية فيه إن أنا أقدم خير للي أساء إليا. يعني تاخد بالك يعني أنا هحط تو إكستريمز، اتنين. الأولاني إن أنا ما أقدمش إساءة تاني، هو قدم لي إساءة أنا ما قدمش إساءة. ماشي؟
الأخراني إن أنا أقدم خير. يعني يا ابونا بعد اللي عمله فيا عايزني أعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا، مش ممكن. واخد بالك؟ فده لازم أولا أهديه وأقول له طب ما تعملش حاجة وحشة، ما تردش عليه بكلمة وحشة، ما تردش عليه بموقف وحش، مش زي ما هو عمل فيك انت عمل فيك. خد فتره اسكت بس اهدى. في قصه حصلت عندنا في طنطا زمان، كان في دكتور اتظلم، كان المفروض الدكتور ده يبقى مدير المستشفى، فطبعا اتظلم في ظروف معينه وجابوا له واحد اصغر منه مسكوه مدير المستشفى. كان الدكتور بيعمل ايه؟ كان كل يوم ينزل الصبح زي ما هو متعود يلف قبل ما يخش مكتبه، يلف على كل العيانين يشوف العيان ده خد الدواء بتاعه، العيان ده ناقصه ايه، النهارده العلاج بتاعه يكون ايه، لا خد امبارح العلاج الفلاني النهارده هنغير ولا هنكمل على نفس النظام. كان لازم يطمن على سراير المستشفى كلها. هو كان دكتور حميات وكان ساعات بيجي لهم اطفال. فالمهم هو بيعدي بقى على السراير لقى جرعة معينة، طفل صغير ما فيش بتاع 3 سنين، والدكتور اللي هو المفروض ان المدير عليه كاتب جرعة معينة للطفل ده. من وجهة نظر الدكتور ده بقى ان لو الطفل ده خد الجرعة دي هيموت، عالية قوي على سن الطفل. فعمل ايه؟ جه شاطب على الورقة دي وجه كاتب بخط ايده جرعة مظبوطة ومضى عليها وعدى ومشي. فالمهم الممرضة أو رئيسة الممرضات لما جه المدير بقى اللي هو أصغر من الدكتور، فبتقول له ده الدكتور فلان عدى كتب كده على الروشتة ومضى وغير الجرعة. فبص في الورقة كويس قال أنا كتبت ده إزاي؟ أنا كتبت دي إزاي؟ ده فعلا لو الولد خد الجرعة دي كان هيروح فيها. فراح للدكتور اللي هو كبير في السن في المكتب، قال له دكتور الورقة دي انت كان ممكن تاخدها توديها لمديرية الشؤون الصحية وتعمل لي فضيحة مع وكيل الوزارة ويعني هيمشوني وتبقى انت المدير. قال له الموضوع مش انا مدير ولا انت مدير، الموضوع ايه اللي يفيد العيان، حياة الولد. احنا مش جايين عشان نتخانق احنا الاتنين، لا احنا جايين علشان نعالج الناس دي، نعالج العيان. في نظري الدكتور ده عمل خير للتاني رغم ان التاني عمل له شر. فدي نقطه مهمه قوي، هل انا هقدر لما يقع تحت ايدي اعديها وما اعملش في حاجه خالص ولا كان في حاجه حصلت، ولا انتهز الفرصه وزي ما عملوا فيا اعمل فيهم. هو كده عمل خير في الاتنين، يعني انقذ حياه الولد، أنقذ الولد وانقذ مستقبل الدكتور اللي خد مكانه بالظبط ظلمه. يعني انا زي ما بقول في يعني نقطتين مهمين قوي، اول نقطه في التسامح ان انا ما اعملش شر، والنقطة التانية أن أنا أقدم خير. أقدم خير دي عالية شوية فمحتاجة وقت، ومحتاجة أن الواحد يتعلم، ومحتاجة أن الواحد يوسع قلبه، ومحتاجة إيد ربنا تخش جوايا عشان أستحملها وأنا بعملها. أنت كنت لسه بتقولي أن لو واحد قال أنا آسف وعلى كرامته ممكن يقع فيها. صحيح. ده آسف دي أنا ما قدمتش لسه خير، ده أنا مجرد يعني صفيت الموقف، جيت على كرامتي بس، صفيت الموقف، جيت على كرامتي زي ما بيقولوا. صح. فأنا عايز أقول لأ، عايز أقول أن المفروض أن الإنسان مش بس يسامح، ده يقدم خير كمان. يعني المستوى ده عالي عالي، فبالتالي هيوصل له ازاي؟ لوحدي؟ لا. الكرامه لما نعمه ربنا تشتغل، الكرامه لما بتبقى بين كمان ناس يعني ما ينفعش الحياه بينهم تبوظ، ازواج، اخوات يتخانقوا ونبص نلاقي يعني، او نقف قدام المشاكل اللي بينهم، ازاي اللي بينهم 10 سنين والعمر والولاد، ازاي الاخوات اللي اتربوا واكلوا في طبق واحد وفي بيت واحد وناموا على سرير واحد، في الاخر واقفين ما فيش حد فيهم قادر يتنازل او حتى على الاقل انه يسامح، وكل واحد مستني التاني هو اللي يعتذر له. وتعدي سنه وعشرة وعشرين وثلاثين وهم بينهم العمر جري وهم بدأ عشائب في الحاله دي عشان ما فيش حد فيهم قادر انه يسامح. يخليني اروح مع نيافتك لفكره انه يعني نيافتك قلت الموضوع محتاج تدريب كتير، لكن كمان محتاج يبتدي من بدري قوي الثقافة دي، ان احنا نطلع بيها الأجيال الجديدة،
لو كلمتنا على فكرة تربية الأجيال الجديدة على روح التسامح، نبتدي منين؟ نبتدي من البيت، نبتدي من المدرسة، نبتدي من الكنيسة، إيه قبل إيه؟ ودخلها جوه العيلة وخليها قناعة وثقافة إزاي؟ الحقيقة يعني هي تبتدي في كل مكان قلتي عليه، ما هياش في ما مش هنقدر نقول إن هي في الكنيسة بس ومش في المدرسة مثلا، ده بالعكس، ده في المدرسة بالأولى، لأن في المدرسة في اختلاط لمجموعة مختلفة البيئات، مختلفة الأديان، مختلفة الثقافات، كل واحد جاي في المدرسة من بيت معين بطريقة معينة بتفكير معين طبعا. وبالتالي أنا بشوف إن الكنيسة بنعلمه، لكن اللي بنعلمه في الكنيسة لازم يتطبق في المدرسة في الجيل الصغير. ليه؟ لأن الكنيسة كلنا تقريبا مجتمع واحد، تقريبا كلنا نفس التفكير، نفس طريقة التربية كده. الاختلاف الحقيقي بالنسبة للجيل الصغير بيكون أول مواجهة له في المدرسة، فبالتالي اللي احنا بنعلمه في الكنيسة لازم نعلمه ازاي يطبقه في المدرسة، مش مجرد ان احنا بنعلمه بس عن المسيح، لأ، ده احنا بنعلمه ازاي يتقابل مع المجتمع، يتعامل مع المجتمع، يواجه المجتمع. لو واحد مثلا شتمه هيعمل ايه؟ لو واحد مثلا قال له كلمة مش مظبوطة، لو واحد خطف السندوتش اللي في ايده، ايه التصرفات اللي ممكن في الحاجات الصغيرة اللي زي دي؟ هي دي البداية اللي هنعلمه في الكنيسة هيتطبق في المدرسة. ما ينفعش ان احنا نعلمه حاجة في الكنيسة والمدرسة يلاقي المواضيع مختلفة تماما. المجتمع أول مواجهة للشباب الصغير بالمجتمع هي بتبقى في المدرسة، وبعدين بعد كده في الكلية، بعد كده في الشغل، بعد كده في العالم كله، في المواجهة للعالم كله. فالمواجهة الأولانية في الاختلافات بين الشباب الصغير، الولاد الصغيرين، البنات الصغيرين، بتبقى في المدرسة. إزاي يتعامل مع البنت بطريقة مؤدبة؟ ما دي برضو هتبتدي في المدرسة أكتر. إزاي هيتعامل مع مدرسته؟ إزاي هيتعامل مع مدرسه؟ إزاي هيتعامل مع المختلفين معاه في الآراء، المختلفين معاه في الدين، المختلفين معاه في كل حاجة؟ ممكن يبقى مثلا حيين متجاورين بس كل حي فيهم مختلف، يعني انت عندك مثلا زي بولاق والزمالك مثلا، فحيين مختلفين ممكن في مدرسة معينة يبقى فيها من الاثنين موجودين مع بعض في نفس المدرسة. بالتالي ازاي التعامل بين الشباب الصغير؟ دي نقطة مهمة جدا. أنا بقول إن اللي بنتعلمه في الكنيسة لازم نطبقه في المدرسة، عشان تبقى الدنيا دي وش واحد، اتجاه واحد، قلب واحد، مفتوح للكل. صحيح، لأن حتى في الكنيسة نلاقي مثلا الولد بيتخانق مع حد من صحابه في الحوش بتاع الكنيسة بعد مدرس الأحد، رد فعل الخادم، رد فعل أبونا في الكنيسة، بيتعامل معهم ازاي، ورد فعل أهليهم كمان، الأهل طبعا. دي نقطة بقت ملفتة للنظر، يا جماعة يعني إذا كان الولدين اختلفوا مع بعض فهم أولاد، ده ما يمنعش إن احنا نتننا صحاب، بل على العكس، ده أنا أجيب ابني وأنت تجيب بنتك أو ابنك ونتقابل مع بعض ونصالحهم على بعض، لأن احنا إخوات، ده مجتمع الكنيسة. فما بالك بقى مش الكبار يتخانقوا هما أيوة. كمان والعيلتين بقى يتخاصموا عشان الولدين يتخانقوا والولدين مع بعض. والولدين تاني يوم يلعبوا مع بعض والعيلتين لسه متخاصمين ونفضل نفرض على الولاد لا ما تلعبش معي، رغم ان المشكلة اساسا كانت عندهم هما، يعني المشكلة في الكبار مش الصغيرين. صحيح، لان كده الكبير وهو صغير ما ترباش بالطريقة دي، يعني الصغير بينسى بسرعة وبيتسامح بسرعة، ودي نقطة مهمة حلوة فيهم. يعني سؤال بقى للصغير والكبير، الأكيد الاثنين محتاجين. الناس بتشوفني ان انا ضعيف لما بسيب حقي ولما بسامح، فيعني ازاي اطبق الوصيه واسامح وفي نفس الوقت ابقى قوي وما فرطش في حقوقي، ولا في تعارض بين الاثنين؟ لا، هو ما فيش تعارض بين الاثنين، بس في نقطه مهمه جدا، في حاجه اسمها يعني الحق العام. يعني ايه الحق العام؟ يعني انا ممكن اتنازل عن ما يخصني انا شخصيا، لكن في حق عام حصل يبقى لازم في اعتذار عام. ده مثلا واحد كتب عني كلام مش حلو على الفيسبوك مثلا، فمفروض ان هو يكتب برضو كلمتين اعتذار على الفيسبوك، يعني زي ما عمل يعني حاجه مش حلوه على الفيسبوك لازم يعمل اعتذار. ودي نقطه مهمه جدا فيما يسمى بالوجهه العامه. يعني زعلني في النور فعلى الملأ يصالحني على الملأ. بالظبط، يعني يعني دي محتاجه نوع من الايه، الحكمه في التعامل بقى. كل موقف محتاج ايه بالظبط، ده حسب الموقف بتاعه، حسب الموقف بتاعه. يعني ممكن قوي مثلا اتنين يختلفوا ومحدش يسمع عنهم حاجه ويتفقوا بعد كده ومحدش يسمع عنهم حاجه وخلاص الموضوع انتهى، لكن ساعات بيبقى في موضوع معين وصل لمرحله الايه، الاعلان العام. فبالتالي اللي وصل لمرحلة الإعلان العام ده محتاج برضو إن هو اعتذار على نفس المستوى
اللي موجود، وده شيء طبيعي جدا عشان الصوره اللي هي احيانا بيبقى في شخصيه عامه، في ابونا مثلا واحد من الخدام كتب عنه كذا، فبالتالي لازم يكتب كلمتين برضو يعتذر بيهم على نفس المستوى اللي هو عمل فيه الكلمتين الاولانيين. صحيح. الحقوق حتى سيدنا لما بيبقى في ميراث او حاجه بين الاهل وبعضهم، لما واحد يسيب حقه لحد يقول عشان ما تحصلش بيننا مشاكل، انا شاري اخويا، شاري ابن عمي، شاري ده، فحد بيشوف انه ضعيف بيستغله. او في المدرسه زي ما كنا بنتكلم، واحد سامح حد ضربه من الاطفال اللي احنا بنعلمه التسامح، فالشخص التاني او الولد التاني بيتعامل مع اللي الولد ده عمله والتسامح بتاعه على انه ده ضعف، فخلاص المره الجايه انا هضربك تاني واللي بعدها هضربك تاني. فهنا الكبير في البيت او في الكنيسه بيبقى محتار شويه يقول له ازاي، يعني يقول له ازاي انت لا لازم تستمر في تنفيذ الوصيه وانت قوي، بس ما تتأثرش باللي التاني بيعمله. يعمل ستوب لاستغلال التسامح ازاي من الطرف التاني؟ الطرف التاني ده محتاج، يعني مثلا هنكتب النقطتين، انت نقطه قلتي نقطتين مختلفتين. النقطه الاولانيه بالنسبه للاطفال الصغيرين في المدرسه، افرضي الاولاني انه ضرب واحد ضرب واحد، فبالتالي انا بشوف ان الحل ان احنا لازم نبلغ اداره المدرسه تاخد موقف من الولد اللي ضرب، وبالتالي لازم الموقف ده يكون قوي عشان ما يتكررش تاني. تمام. يبقى دي نقطة، لازم مثلا يكون أب الولد أو والدته تروح المدرسة بتقول لا فلان عمل كذا كذا، لازم ياخد تنبيه إن ده ما يتكررش تاني، ولو اتكرر تاني لا زي ما يبقى في موقف جد، لأن كده هتبقى آسف التعبير سايبة. تمام. دي نقطة لازم تبقى واضحة، أنا مش هعلم ابني إنه يضرب، لكن هعلم لازم إدارة المدرسة تكون حازمة جدا في النقطة دي. يبقى هعلم ابني ياخد حقه بس بطريقة مختلفة. بالظبط، بطريقة محترمة. النقطة التانية بتاعت الميراث، عادة بيبقى فيه اختلافات في الميراث ودي موجودة في كل حتة. لو قدروا هما كأفراد انهم يتفقوا مع بعض على صيغة معينة، واحد زي ما انت بتقولي اتنازل شوية، التاني قال لا مش مهم دي، لا مش عارف ايه، واتفقنا وخلصنا الموضوع خير وبركة. وصلنا لمرحلة مسدودة، انا رأيي نجيب حد يكون يعني له في الموضوع ده، مثلا يكون كبير في العيلة، يكون محامي نعرفه، يقعد معانا ونخش زي ما بيقولوا في نقاش بيننا وبين بعض، بحيث ان احنا نوصل لحل قانوني من غير محاكم. تمام. وبالتالي برضو ده كل واحد ياخد حقه من غير ما يبقى فيه يعني زي ما بيقولوا بقى سنين محاكم وسنين قضايا وسنين مشاكل وحاجات كده، ومعها بتضيع المحبة. فلازم يبقى في صيغه تفاهم نوصل لها، اذا ما عرفناش احنا كاطراف نوصل لها لوحدنا نجيب حد كبير بيقعد معانا بيتفق بيقول راي، وممكن واحد يتنازل سنه وده يتنازل سنه وتمشي، لكن ان احنا نطالب طرف واحد بس انه يتنازل على طول والطرف الثاني دايما واخد اكتر من حقه على طول، لا. الموضوع ده حتى لو كان اتنين متجوزين ما ينفعش ان واحد بس اللي دايما يتنازل، لا، المفروض ان في الجواز الاثنين بيتنازلوا عشان خاطر الطرف الثالث اللي هو الاولاد، فبالتالي لو كان ده حق وده حق وده مش عارف ايه، لا ده البيت يخرب كده. لكن لازم مش واحد بس اللي دايما يتنازل، واحد بس دايما ياخد اخطر من حقه، ده هيفضل طول الوقت يستغل بقى التنازل ده ويعتبر ان ده حق مكتسب. وجهة نظري دايما ان في الجواز بالذات لازم هما الاثنين يتنازلوا علشان اولادهم، يعني صحيح. حتى لو كنت انا يعني عشان الطرف الثالث، عشان البيت يبقى دايما موجود وفي روح محبه، الطرفين الكبار بيتنازلوا عشان خاطر الطرف، وده اللي شفناه في اهالينا كلهم، يعني كانوا دايما بيقدموا لنا كل محبه رغم ان ممكن مثلا يعني دايما مثلا على فرض كل عيد يجي لنا هدوم جديده نغير الموبايلات، لكن عمري ما شفت والدي مثلا نغير موبايل اللي هو من يوم ما مسكه ما تغيرش، يعني مش مشكلة هو ما يفكرش في نفسه بالظبط، مش هو مش مهم ما يفكرش في نفسه، لكن يفكر ازاي يجيب لاولاده ويتعب عشانهم. في الزواج بالذات او في العيله بالذات موضوع مختلف شويه، ان الطرفين الكبار بيتنازلوا دايما عشان خاطر الاولاد والطرف الصغير. ولو حصل مشكله بين الزوجين وكلمه انا اسف لو اتقالت قدام الولاد هم كمان هيتعلموها التسامح والاعتذار، وهم الاثنين هيطلعوا شاربين، الولاد بقى هيطلعوا شاربين المحبه اللي بين الاثنين. كتير الناس بتقف قدام المسيحيين في مواقف كتير جدا وهم مش قادرين يصدقوا هي الناس دي حقيقيه، يعني الناس دي طبيعيين، هم بيعملوا كده ازاي؟ هم فعلا قادرين يسامحوا بالشكل ده
ونسمع كلامهم، كلام مثلا أهالي الشهداء المصابين في كل الأحداث اللي مرت بالكنيسة، وروح التسامح اللي جواهم بيصلوا عشان اللي عمل فيهم وفي ولادهم كده، والناس تحط علامات استفهام. لو وقفنا قدام النقطة دي والروح اللي جواهم، إزاي فرقة في الظروف اللي هم بيمروا بيها؟ حقيقة برضو أنا متذكر واحد من المذيعين في القنوات التلفزيونية على النت يعني وعلى التلفزيون قال كده، قال أنا مش مصدق اللي بسمعه. واحدة من أمهات الشهداء اللي هم بتوع ليبيا أظن قالت كده، تقولي إيه للي قتل ابني؟ قالت أنا مسامحاها، أنا مسامحاها. كلمة يعني أنا شايف إن هي درجة عالية جدا. وأكرر تاني، ربنا بيدي نعمة خاصة في المواقف اللي زي دي، إن الإنسان يقدر يحتمل الموقف. أي واحد فينا بيسمع الموقف من بعيد بيحس إن هو بيترج من جوه، بيترج من جوه، فما بالك اللي ليهم حد جوه الموقف نفسه، سواء كانوا بقى مصابين أو كانوا تنيحوا واستشهدوا أو كانوا كذا، الموقف بيبقى صعب جدا. رغم ذلك ربنا هو اللي بيدي تعزية خاصة. الناس لما بتسأل إزاي ده بيحصل، إزاي الناس دي بتسامح، معهم حق. أكرر تاني الكلمة اللي قلتها قبل كده، إن الموقف بالإنسان الطبيعي مش ممكن، مش ممكن، لكن بنعمة ربنا هي اللي بتسند. هم نفسهم، وسمعنا منهم في يمكن في أكتر من لقاء كان بنعمله معاهم في أوقات الحادثة أو المشكلة، كانوا بيقولوا إن إحنا قبلها لما كنا بنشوف حاجة بتحصل في الكنيسة ونسمع برضو أهالي الشهداء اللي هم قبل ما هم يبقوا معاهم ويحصلوهم، كنا بنبقى مستغربين وعارفين لا ده أنا لو أنا اللي في الموقف ده مش ممكن هتحمل كده أبدا. وقت ما هو بقى جوه الدايرة لقى إن ربنا مديله سلام مختلف. أيوة، ربنا هو اللي بيدي سلام، ربنا هو اللي بيدي المحبة، ربنا هو اللي بيدي الاحتمال، ربنا هو اللي بيخليه يقول أنا مسامح. فبالتالي أنا عايز أقول تاني إن محتاجين دايما لنعمة ربنا في الموضوع ده بالذات. عشان ننفذ وصية المسيح إحنا محتاجين قوة المسيح شخصيا، عايزين نعمة الروح القدس اللي جوانا هي اللي تسند في المواضيع اللي زي دي، لأن الموضوع بيبقى صعب جدا. ما تخيليش، في مرة كنا في رحلة مع قداسة البابا بعد حادثة أحد الشعانين القنبلة اللي بتاعت اسكندرية وبتاعت طنطا، كل كنائس العالم اللي قابلناهم سواء كان في إنجلترا، كان في أيرلندا، كان في روسيا، كان في إيطاليا، ما تتخيليش، كلهم كانوا جايين يتكلموا عن شهداء اللي بتقدمهم الكنيسة القبطية كل يوم، وإزاي الكنائس في العالم كله متعاطفة جدا ومستغربة وبتقول فعلا الكنيسة القبطية هي كنيسة شهداء وأم الشهداء جميلة فعلا، وبشهادة كنائس الإيه العالم كله. عايز أقول إن مش بس المحليين اللي واخدين بالهم، الناس اللي معانا يعني في مصر بس، لا أبدا، كنائس العالم كلها متابعة إيه اللي بيحصل في كنيسة مصر. ودي نقطة بحس إن إحنا يعني مترابطين، ما إحناش متروكين، بالعكس إحنا بحس إن قوة ربنا بتسندنا والعالم كله بيبعت لنا بيقول لنا إحنا معكم. صحيح، كلها رسائل ربنا بيبعتها يعني من خلال اللي بيحصل معاهم الموقف ده لينا، لأن ما حدش عارف بكرة إيه والتجربة اللي ربنا هيبعتها إيه. ممكن أنا اللي عليا الدور. بالضبط بالضبط، يعني كل واحد بياخد بس الرسالة دي بتخليه مستعد إنه يبقى في الموقف ده يكون جواه الروح دي روح. ونأهل نفسنا كلنا، لأنه بالزبط. زي ما بنقول إحنا مش عارفين يعني. التعامل في المجتمع، فكرة قبول الآخر، ثقافة قبول الآخر، أختلف زي ما نفسك اتكلمت عن المدرسة المختلف عني في لون، في دين، في فكرة، في كلام، في مناقشة، اللي بيكون بيننا التوتر والعصبية ويبقى طيار من الكره والعنف. لو اتكلمنا عن ثقافة التسامح اللي مفروض تكون موجودة داخل المجتمع، ممكن دي نرسي قواعدها ازاي بشكل عام، بعيدا عن الكنيسة والمدرسة اللي دول أساسيين، البيت والكنيسة والمدرسة، لكن أكيد في حاجات تانية مفروض الإنسان يشتغل على نفسه فيها. أكيد في مؤسسات كتير مفروض أنها تشتغل معنا. عايزين نوصل كلنا كمجتمع للروح دي. الحقيقة
برضو احنا دايما ايه بنقول ان احتكاكات المجتمع ببعضه زادت قوي مع وجود ما يسمى بالعولمة. فبالتالي انا ممكن اطرح رأيي النهاردة يرد عليا واحد في سنغافورة او واحد في امريكا او واحد في اي حتة تانية من العالم، وبالتالي ابتدى الناس تفتح عينيها ان في عالم واسع حوالينا، وان في اراء مختلفة كتير عننا، وان في ناس بتفكر بطريقة تانية. شوية نقط هحطهم كنقط أساسية للتفكير. أول حاجة إن ممكن تكون الفكرة اللي أنا مقتنع بيها لكن غيري ما هوش بيفكر بنفس الطريقة، إذن في أسلوب تفكير أساساً مختلف، مش بس فكرة مختلفة، لا ده أسلوب تفكير أساساً مختلف، وده مش غلط، ولا مش غلط، وده طبيعي. طبيعي مع وجود هذا العالم المتسع ومع وجود سرعة الاتصالات الحالية بقى في ناس بتفكر قدامي وبتفرق بشوفهم يعني بيعرض الموضوع بطريقة مختلفة تماما عن اللي أنا متصوره، وبالتالي هيبقى عندنا أفكار مختلفة. دي نقطة. عندنا النقطة التانية في أسلوب تفكير أساسا مختلف هو اللي وصل للفكرة دي. يبقى بالتالي أنا لازم أكون متخيل إن أنا لما هطرح نقطة للنقاش أو هطرح نقطة للتداول لازم أبقى عارف إن هلاقي أفكار مختلفة، مش بس أفكار، هلاقي أسلوب تفكير مختلف، ولازم أنا أحترم الاتنين. أحترم إن الفكرة دي كذا، وأحترم أسلوب تفكيره واللي وصله لهذه الفكرة إنه مختلف عني. أنا كان ليا مثلا جذور مسيحية، جذور قبطية، جذور مصرية، كل ده بيأثر في أسلوب تفكيري وبيأثر في الأفكار اللي عندي عن الموضوع المعين ده. لكن لما بقعد مع حد تاني من خارج الدولة مثلا أوروبا مثلا أو في أمريكا أو كندا أو حتى شرق آسيا، بسمع طريقة تفكير مختلفة بتؤدي إلى أفكار مختلفة. وبالتالي أنا لازم بقى الاقتناع ده يكون جوايا، عشان في الآخر وإحنا اختلفنا أنا وفلان عرضنا موضوع معين واختلفنا فيه، لازم في الآخر نعمل شيك هاند ونخرج مع بعض إن إحنا متفقين على الاختلاف. بس يبقى في نقط بقى نقدر نوصل لما يسمى، ودي النقطة الثالثة، إيه النقط المشتركة اللي بيننا؟ ما هو أنا عندي فكرة معينة وطريقة تفكير معينة، بس السؤال أنا قاعد معاه عشان أتكلم معاه نوصل بيننا وبين بعض لنقط أساسية هي نقط مشتركة بيننا إحنا الاتنين، مش أثبت نفسي إن أنا صح وده الهدف بالضبط. يعني أنا بحاول أوصل لإيه؟ لنقطة تكون فيها اشتراك بيني وبينه. النقط دي هتقربنا من بعض. عادة لما بيبقى في نقاش من هذا النوع بنعدد نقط الاختلاف، ونقط الاختلاف بتبقى كتير، ولما بتبقى نقط الاختلاف كتير بنبعد عن بعض أكتر. عجبتني قوي الكلمة اللي كان قالها قداسة البابا شنودة في أحد اللقاءات مرة، قال بيننا وبين إخواتنا المسلمين نقط كتير قوي مشتركة، ليه إحنا ما نستغلش النقط دي ونتكلم عنها بدل ما نمسك في النقط اللي إحنا مختلفين فيها بيننا وبين بعض. لدرجة أنه هو اقترح، أنا فاكر ساعتها اقترح أنه إحنا نعمل كتب مشتركة عن الله الواحد مثلا، إحنا اتنين نؤمن بالله الواحد، فبالتالي نعمل كتاب مشترك عن الله الواحد، كيف نراه نحن كمسيحيين وكيف يرى أخواتنا المسلمين. يبقى في نقطة مشتركة، وقفنا عند نقطة التلاقي بالضبط. كل ما حنحدد نقطة التلاقي ونقرب مع بعض فيها، ده في حد ذاته هيخلينا نقرب من بعض مش نبعد عن بعض. لكن ندور على نقطة تانية كمان. لكن لما هنبتدي نعدد نقط الاختلاف، وأنا مختلف معك في دي وأنت مختلف معي في دي، المسافة هتبتدي تبعد. بالظبط كده. أنا عجبتني أول فكرة دي، الفكرة دي فكرة رائعة، إن في نقط كتير مشتركة. يبقى إحنا صحيح إحنا مختلفين، بس في نقط كتير مشتركة، نبتدي نحدد النقط المشتركة ونخلي النقط المشتركة دي تقرب بيننا وبين بعض. ده الفكرة دي ممكن تتاخد وتتعمل يعني في الحاجات اللي كنا بنتكلم فيها في الأول، يعني بين الزوجين مثلا نجيب ورقة وقلم كل واحد حتى لوحده كده ويكتب إيه الحاجة اللي شايف إنه متفاهم فيها مع التاني. بالظبط. بدل ما نقعد نقول أنت وأنت 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 ونشوف الحاجات اللي أنا شايف إنها حلوة عند الطرف الآخر. بالظبط. بدل ما أقعد أشوف الحاجات اللي أنا شايف إنها مش حلوة عند الطرف الآخر. وبتكبر بقى. بلا شك أي اتنين بيبقوا مختلفين، بس لازم نحدد النقط الحلوة والنقط المشتركة، هي دي الخطوات اللي تخلينا نقرب من بعض. صحيح. على العكس تماما، ان انا لو قعدت اعدد النقط اللي احنا مختلفين فيها وفيها مش مرتاح لها، وا 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 وا، هتبص تلاقي الدنيا
لا ومش هتخلص يعني، كل نقطة هتجيب نقط معاها. بعتذر عن مقاطعة نيافتك، معانا أستاذ ميخائيل من نجاح حمادي. صباح الخير. صباح الخير. أهلا بيك يا أستاذ ميخائيل، اتفضل. صباح الخير. صباح الخير عليكم كلكم على سيدي. صباح الخير يا أستاذ ميخائيل. صباح الخير يا سيدي. صباح الخير يا حبيبي. الله يخليك يا سيدي. بعد إذنك يا سيدي عاوز أقول لك يعني سؤالين كده بصعب، يعني إحنا نفسنا نسامحه كان معانا مشاكل يعني كده، ونفسنا نسامح الناس يعني اللي كان معانا مشاكل، بس إحنا مش قادرين مش عارفين نتصرف إزاي. ونفسنا نعمل حاجات حلوة زي ما أنت بتقول كده خير وحاجات، بس مش عارفين برضه. خلينا يا ربنا يساعدنا إزاي نسامح الناس اللي كانوا يعني تعبين، وإزاي نعمل خير يعني من غير مش عارفين نعمل حاجه يعني. الناس من حاجات حلوه زي ما انت بتجيب، بس مش عارفين المشاكل دي. انتوا عيله يا استاذ ميخائيل؟ مثلا لما نقضي وقت العشور نودوها ازاي؟ مثلا في كذا كنيسه نوديها لكذا كنيسه عندنا ولايه مثلا، هي مش فلوسنا فلوس ربنا عارفين كده. بس مثلا لو في كنيسه قدام فيها مثلا تعبين مش عايزين نوديها ما نودوش عندهم، ده بيعمل حاجات مش مظبوطه وكده، مش عارفين يقضوا ازاي العشور. هي مش فلوسنا بس عايزين نعرف ازاي سيدنا تشرح لنا انا الحاجات دي وتسلمنا سيدنا نعمل حاجات حلوه لربنا. كتر خيرك يا استاذ ميخائيل. شكرا على مداخلتك، سيدنا هيرد عليك. شكرا ليك يا استاذ ميخائيل. الحقيقه يعني النقطه اللي بيثيرها استاذ ميخائيل ان في مشاكل في مجتمع معين، ليكن مثلا الكنيسه، ليكن الشغل، ليكن لازم مفيش مجتمع بيخلو من المشاكل. بس انا عايز اقول حاجه، عايز اقول ازاي احنا بنتعامل مع هذه المشاكل. هل بنقرب من بعض ونحاول نوصل لنقطه اتفاق، ولا بنبعد عن بعض ونبتدي نهاجم بعض من بعيد لبعيد، نتراشق بالكلمات؟ واليومين دول أصبح ساحة الفيسبوك مليانة تراشق بالكلمات بين فلان وعلان وترتان ومش عارف إيه. عايز أقول إن في ثقافة اسمها أنا عندي وجهة نظر وإنتي عندك وجهة نظر، نقعد مع بعض ونتكلم ونحدد نقط اتفاق ونحدد نقط أساسية، ونحدد برضو إن في موضوع تاني لسه هنتكلم فيه بعدين نأجله. يعني قصدي أقول إيه، نحدد نقط للبنى ونحدد نقط اتفاق، وبعد كده نقعد تاني وتالت ورابع لحيث نوصل للنقطة. مش لازم نحط كل السلبيات قدامنا نبني بيها حيطة تقفل المسافة، وتقفل المسافة طبعاً. ويبتدي أسف في التعبير أنا هنا وهو هنا، وإحنا الاثنين عمالين كل واحد يحدف على التاني على الفيسبوك، تبص تلاقي الكومنتات نازلة والرد عليها والكومنتات، والموضوع يكبر يبقى قد كده، والناس تبقى فاهمة يعني. يمكن اللي في محيط العيلة المجتمع بيبقى عارف ان ده بيرمي على ده وده بيرمي، نفرج الناس علينا يعني. الموضوع مكشوف قدام القريبين بالظبط كده. أنا رأيي دايما ان نقطة التفاهم مهمة، نقطة التفاهم مهمة. وإذا كان الإنسان زي ما انت قلتي من شوية، أنا ممكن أتنزل شوية وفلان يتنزل شوية والمركب تمشي بيننا وبين بعض، دي في حد ذاتها بيقولوا كده المشكلة لو وصلت لإنسان عاقل تموت. ليه؟ لأنه عشان عاقل هيقدر يستوعب المشكلة، يقدر يتعامل معها بطريقة كويسة، فتموت المشكلة. نقل الكلام وتكراره زي ما نيفتك بتقول، يعني الشكوى كتير لطرف اتنين تلاتة، خرجت المشكلة من حيز اتنين بيحاولوا انهم يوجدوا نقط تلاقي، فالدنيا بتوسع منهم خاصة وبتوسع بقى زي ما بقول دلوقتي على ساحة الفيسبوك، بتوسع الى ابعد الحدود. فعشان كده انا بقول ان نقط الاختلاف والمشاكل موجودة في اي مجتمع، بس الشاطر هو اللي يجمع وينهي المشاكل ويحصل اتفاق بدل ما يبقى فيه. هي يعني فكرة نقطة التلاقي دي أو إن إحنا نحاول نوجدها فكرة هايلة جدا لو اتنفذت على كل المستويات، على كل المستويات. ولو فيه لازم يبقى فيه في النص حد يستوعب المشاكل، يستوعب الأطراف، يتكلم مع ده شوية ويتكلم مع ده شوية، يهدي ده، يعمل ده، يعني محتاجة واحد عاقل في النص. اللي بيلجأ بقى لحد هو اللي يركز شوية بيختار مين يلجأ له. يلجأ. طيب إحنا معانا كمان أستاذ ميشيل من طهطا. صباح الخير. صباح الخير. أهلا بيك أستاذ ميشيل، اتفضل. الله يخليك. ممكن اكلم سيادنا؟ انا تحت امرك يا حبيبي. سامعك يا سيادنا. اقبل ايادي سيادنا. كتر خيرك. حياتك عامل ايه؟ بخير الحمد لله حبيبي، ربنا يديك الصحه سيادنا. ممكن اسال نفسك سؤال؟ يعني معايا جماعه مقربين ليا جدا. معايا سيادنا؟ معاك يا حبيبي. ايوه ميشيل معلش وطي التلفزيون عشان تسمعنا كويس. ماشي شكرا. انا اسف.
انا سيادتك يا سيادة يا سيادنا، انا معايا جماعه جرايد خالص مقربين جدا واكلين حظي، بس انا مش عارف اتصرف معاهم ازاي. فهل يعني اروح اشتكيهم ولا اخد حظي مثلا بايدي ولا اعمل ايه يا سيادة؟ الحقيقه انا برضه موضوع اللي هو شكرا يا استاذ ميشيل، القرايب الشداد قوي والواكلين حقك او كده، انا شخصيا في وجهه نظري ان احنا عشان ما نخسرش المحبه بنلجا لخطوات واضحه. اول حاجه ان انا بروح اتكلم معاهم، واذا ما امكنش فباخد حد يكون برضو يعني عائل او يكون ابونا او يكون عمده البلد او كده بيتسمع له منهم يعني. بالظبط. ونقعد نتناقش في الموضوع. انا يعني بقول ان موضوع ان انا ارفع قضيه واعمل مشاكل وكده دي الحل الايه الاخير بعد ما كل الحلول الصغيره ايه ما قدرتش توصل لنتيجه. انا بحاول ان انا اكسبهم لانهم برضو مقربين الي، ما احبش ان يحصل بيننا وبين بعض عداوه، لكن انا في وجهه نظر ان انا عشان اخد حقي لازم امشي الخطوات الاولانيه، ان انا اقعد معاهم اجيب حد كويس، نقعد زي ما بيقولوا قعده محبه، نبتدي نجيب حد في وسطينا يحكم في الموضوع، تاخد كم حاجه كده. لكن لو وصلنا لمرحله ان هم واكلين حقي وانا مش قادر اوصل لاي حاجه من دول، فبضطر في الاخر طبعا ان انا ارفع قضيه او اشوف يعني الحق القانوني يمشي ازاي. لكن في الاخر لازم ياخد حقه، لانه وجهه نظري ساعات بتبقى الامور بالنسبه له هو مهمه ما يقدرش يتنازل عنها. فكل واحد سيدنا النهارده بيفكر يعني لو انا ليا حق، طب ما هو ولادي هم احق بيه طالما انا مش باخد حق حد. فاللي بياكل حقي ده بيشوفني لما اسكت عنه انه ضعيف، فالمره الجايه هيكرر ده يمكن بشكل اكبر. فعشان كده بقول انا مش عايز اخسره كشخص، فبالتالي بلجا الاول للحلول الاولانيه قبل ما نوصل لمرحله التقاضي والمحكمه والكده. استاذ ميشيل كمان يمكن احط كده ايده على نقطه الناس بتعملها في بعض الاحيان، اخد حقي بايدي مش القانون. يعني مفيش مشكله يعني ده هيعمل معايا كده، طب انا كمان اجيب له بلطجيه، ضربني هضربه. ما هو دي بقى دي يعني ممكن اخد حقي، انا هسرق حتى لو حقي، بس انا هعتبر ان دي مش سرقه. يعني في بعض الناس بتفكر بالطريقه دي، انا لو خدتها باي طريقه بس في الاخر دي حاجتي. فيعني برضو اعتقد وجهه نظر نيافتك ده مش صح، مش مقبول. لا لا انا يعني انا وجهه نظري ان احنا لو ما وصلناش لاتفاق معين عن طريق يعني كذا حد، يبقى المحكمة أو القانون. صحيح. ممكن أرجع بقى خطوة لورا على المارد الأزرق والفيسبوك ومشاكله اللي عاملاه، وخصوصا برضو إحنا بنتكلم على التسامح لأنه ليه علاقة بده جدا. يعني الناس قدام الشاشات صورة، ومن وراء الشاشات في ناس بتبقى صورة تانية خالص. روح المحبة والتسامح اللي تبقى على الشاشة وببعد بقوم من قدامها في حياتي وفي بيتي ومع قرايبي، أنا حد شخصية تانية خالص، حد تاني خالص. أقدر أتعامل معاه إزاي؟ بإني أنشر ثقافة تكون جوايا، أكتب كلمة محبة أنا حاسس بيها، اللي ممكن أعمله وأزعل بيه حد على الفيسبوك هو كمان خطيه. يمكن البعض بيحس انه هو ما عملش حاجه وقاعد بيكتب، انا لا كذبت ولا سرقت ولا قمت ولا خلاص، فانا ما عملتش حاجه تزعل ربنا مني. فلو صححنا بقى المفهوم ده عند الناس عشان نعرف ان اخطاء اكبر من اللي ممكن نتوقعها بتحصل. حقيقه برضو يعني التعامل مع الفيسبوك، اولا فيسبوك ده ما دخلش مصر اعتقد في تخيلي على مدى 10 سنين مثلا 12 سنه بكتير يعني لما دخل، لكن دخل وتغلغل الى ابعد حدود على كل المستويات. وطبعا كان الأول على الكمبيوتر، بقى على سمارت فون. طبعا موضوع ده نقل الفيسبوك نقلة ضخمة جدا، إن بقى الفيسبوك معايا في جيبي في أي ثانية بكتب. كان الأول عبال ما أرجع الكمبيوتر أو أقعد على الكمبيوتر أو كده، وبالتالي خطورته بقت غير طبيعية. يعني إذا كان أنا بكتب كلمتين متصور إن محدش غير صحابي بس اللي هيقراهم، لأ ده أصحابي والناس أصحابهم والناس اللي معارفهم، وتكتشف إن الكلمتين اللي أنا كتبتهم دول أو الصورة اللي أنا حطيتها دي لفت العالم كله. لفت العالم كله، ودي خطورة ما يسمى بالنشر الإلكتروني. يعني يمكن عبال مثلا ما موضوع زي ده كان يتعرف زمان مثلا من 10-15 سنة، عبال ما الصحف تنشر عنه أو عبال ما مجلة من المجلات تنشر موضوع، ده بياخد وقت طويل قوي، ولو حدث هام جدا عشان يتحط على الجرائد. لكن دلوقتي الفيسبوك بيديني إمكانية أن أنا أحط صورة دلوقتي تلف الدنيا كلها. طبعا. ما باخدش بالي أن أحيانا الصورة دي أو البوست ده بيسيء لحد معين. وهنا بقى بتبقى الغلطة الكبيرة. ليه؟ لأن زي ما بقول الحق العام،
انت دلوقتي حطيت صورة بتشيء إليا، طب كان المفروض بقى عشان تعتذر لي لازم تحط برضو كلمتين تعتذرهم برضو على نفس الايه، على نفس الصفحة. دي المشكلة، ان احنا مش حاسين بخطورة هذا الموضوع. اسف التعبير، انت بتشهر ببني ادم، يا بتشهر بيه بسمعته، يا بتشهر بيه في موضوع معين، يا بتكتب كلمتين بتلمح، وزي ما انت بتقولي كل اللي حوالينا فاهم انا اقصد ايه طبعًا. وفاهم انا ده اللي مقصود فلان والعلان وكده. بالتالي انا عايز اكون حريص جدا ان انا لما اكتب حاجه او احط صوره لاسيء لفلان ولا اسيء لحد. انا ممكن مثلا احط صورتي في عيد ميلادي بتاعتي انا، انا حر فيها، لكن ما احطش صوره مثلا واكتب تحتها تعليق يسيء لحد. ودي نقطة بقت خطيرة جدا، بقت خطيرة جدا لدرجة ان في ناس يعني اصبحت اسف التعبير محترفة انها تسيء لناس تانية تشهر بيها على الفيسبوك. حرام، ده موضوع يعني اسف التعبير يعني اصبح وسيلة مش لنشر معلومات، لا ده وسيلة للإساءة للناس، وده شيء صعب جدا. لو في حقد وكراهية وشايف ان الشخص ده محبوب، الحرب عليه بدل ما كانت تبقى بطرق تانية زي ما نيافتك قلت اضعف شوية، طيب انا هبتدي اعمل اشهر بيه وهخليه يخسر بقى الناس اللي هو بيحبه. بالظبط كده. فبالتالي دي نقطة لازم انا اكون واخد بالي منها قوي. انا هقول بوست، هحط صورة اتمنى ان يبقى مش عشان اسيء لحد او عشان اضايق حد. على الناحية التانية بقى، الشخص اللي جات له هذه الاساءة دي في حد ذاتها بتبقى تجرح جامد، لأنها بتأثر جدا، وبعدين على مستوى يعني قراء في أماكن كتيرة جدا. ويبتدي الناس تسأله إيه اللي حصل ده، هو فعلا حصل حاجة، أو فعلا في موضوع يهمك بالموضوع ده، هل أنت فعلا كذا كذا كذا، تبتدي الدنيا تتقلب على دماغ هذا الأخ، ويكتشف في الآخر إن في بوست نزل مخصوص عشان يعمل له كذا. ده في ناس هتقوله، لكن في ناس هتاخد عنه الانطباع والفكره جواها ما هو احيانا فعلا غير ما حتى ما توصل له يعني. تغير رايها بس بالظبط، تغير رايها. وفي احيانا الناس بتحبه فهتتصل بيه تتاكد من طبعًا. المعلومه دي يعني، وممكن يكون هو ما خدش باله من الموضوع خالص، لكن مع رد الفعل حد نبهه. السؤال بقى ايه موقفي انا، ايه موقفي انا لو اتعمل معايا حاجه زي كده؟ برضو هقول ان هي درجات. في واحد ممكن يتجاهل الموضوع خالص ويسيبه يموت لوحده، يقول لك انا عمري ما عملت حاجه زي كده ودي اساءه ملهاش دعوه بيا، فانا مش هرد عليها لالا الموضوع يكبر اكتر. فانا مش هرد خالص ولا كاني في حاجه، بل على العكس انا لما هقابل الشخص ده هاخده بالحضن وطبطب عليه على اني ما عرفتش، كما لو كنت ما عرفتش يعني. واحد تاني يقول لك لا انا ما استحملش ده، لازم ارد ولازم اكتب ولازم ابقى واضح. ماشي، من حقه طبعا ان هو يرد، ومن حقه ان هو يوضح الموضوع. طبعا في واحد تالت يقول لك لا ده هو صاحب الموضوع ده لازم يجي ويعتذر ويكتب على الفيسبوك تاني انه كتب ده وده غلط وانه بيعتذر عن اللي عمله ده، وبالتالي هيضغط عليه، هيضغط على الاخ ده لحد ما يعتذر على الفيسبوك زي ما كتب الايه البوست الاولاني او نشر الصوره الاولانيه. اذا برضو رد الفعل بتاعي انا شخصيا اللي هو المساء لي يعني مختلف. الشخص للتاني وعلى حسب الشخص للتاني وعلى حسب الموقف. بعتذر لنيافتك سيدنا استاذ بشرى من القاهره. صباح الخير. صباح النور على البرنامج الجميل دوت والقناه الجميله ديت، وصبحي لي على سيدنا. صباح الخير يا حبيبي. ربنا يديم نيافتك على مصر يا سيدنا، تعيش كتر خيرك وكرامتك، ونهني القناه بالعيد ال11، ونيافتك برضه ربنا لما ترجع الشرقيه لازم تذكر المتنيح الدكتور ثروت بسيطي في ذكرى رحيله. طبعا دي حاجه. السؤال اللي عايز اوجهه لسيدنا، من لطمك على خدك الايمن حول له الايسر. انا مش قادر اقولها لكن بصراحه اقولها لك، لا نلغيها دي معلش، زي ما هقول لك حاجه ان الازهر يلغي جميع مراجعه اللي هي مش مظبوطه ابدا دي، يعني حقيقه يعني انا الوقت سبب كل المشاكل في الدوله بتاعتنا. يا ريت الازهر يراجع مراجعه تاني، وانا الوقت نداء من بره القناه، اتمنى من فضيله الامام الكبير فضيله الشيخ الازهر ان يراجع المراجع الاسلاميه اللي هي مش كويسه، لان دلوقتي اتفرج لما يجي يحاكموا
الجماعة الشهيد هشام بركات دوت على فكرة يعني كل اللي قتلوه من الأصحر. طب أستاذ بشرى أنت ليه بتقول عايز تلغي ملطمك على خدك القايم؟ ألو؟ أيوة احنا سامعينك، بقولك ليه بتقول عايز نلغي ملطمك على خدك القايم؟ لأن أنا ما استناش لما يجي أقول له طب حقك عليا معلش أنا آسف، على فكرة يضربني تاني وممكن يدلعني هدومي وياخد كل اللي معايا. لكن أنا لو أقول له ليه ما يبقى إيدي بإيده وأنا جده على فكرة. طب أنت لو حد لطمك بقى أنت يعني من وجهة نظرك ما دام عاوز تلغي الآية يبقى الرد الصح إيه؟ عشان سيدنا يصحح الرد بتاعها لماذا تلطمني؟ أقول له ليه تضربني؟ السيد المسيح جلع الصوت في الهيكل وقال لك بيتي بيتي وضرب. فأنا برضو أنا عندي صحة إن أنا أقاومه، لكن أنا دلوقتي أستنى. طب عند القناة بتاعتكم يا استاذ، اتفضل يا عم بشرى سامعين. هقول لك حاجه، اتفضل. جنب القناه مش اتقتل جسيس ابونا سامعين شيء طبعا الجرام ولحد ما مخزن الحديد وضربه وغته. على فكره ابونا لو مسكه في صحه احسن منه، لان ده المخدرات مضيعاه وواجع، لكن سيدنا بصحته. طيب. احنا بنشكره على الرأي يعني. طب انا بشكرك، وبرضو سيدنا هيصحح المفاهيم دي لان ده الخلط اللي كنا بنتكلم عليه في اول اللقاء. في الحقيقة فعلا في اول لقاء انا قلت احيانا الانسان لما بيتحط في الموقف ده بيبقى صعب جدا تنفيذ الوصية، وانا قلت الكلمة دي في الاول. طبعا. الوصية صعبة ان الانسان ينفذها على اعصابه بامكانياته البشرية، وأكرر نفس الكلام، لكن إحنا لو اعتمدنا على ذواتنا هنحس إن إحنا بنقع، مش هنحس إن إحنا نقدر ننفذ الوصية. تنفيذ الوصية اللي في هذا النقطة محتاجة قوة ربنا جوايا إن أنا أنفذها، ودي النقطة اللي أنا قلتها في الأول خالص. لأن قلت إن ده الإطار الأساسي لكلمة التسامح، إن أحيانا هنتحط في موقف أنا مش قادر أحتمله أساسا، مش إن أنا أسامح، مش قادر أحتمل الموقف، وبالتالي أنا محتاج نعمة ربنا تسندني عشان أقدر أسامح، أقدر حتى على الأقل ما ردش الشر زي ما قلت، وأوصل للمرحلة التانية إن أنا أقدم خير. ودي النقطة اللي ابتديت بيها الحلقة. الأخ بيقول إن احنا نشيل الآية دي خالص. الحقيقة أنا بقول دي آية موجودة في الكتاب المقدس وإحنا هننفذها، وأنا شايف إن الأقباط في الأيام اللي فاتت في الفترة الأخيرة كل زي ما انت قلتي أهالي الشهداء وأهالي المجروحين والمصابين كلهم بينفذوا هذه الآية على مستوى حرفي رائع. يمكن قلنا إن نعمة ربنا هي اللي سنداهم مش إيد بشر. مش ممكن تكون إيد بشر بتتدخل في موضوع زي ده. طيب عم بشرى سيدنا حطت أكتر من آية جنب بعض وبيشوف يعني، طب ما أنا بدل ما أقول ملطمك على خدك الأيمن ما أنا أقول سيد المسيح أي لماذا تلطمني؟ لماذا تلطمني؟ أو لما يبقى لي حق زي ما المسيح اتضايق وكان عنده غيرة على بيته وغيرة بيتك أكلتني فعمل الصوت وطرد الباعة، فليه ما يبقاش عندي دول بدل ما أبقى من وجهة نظره حد سلبي وبسيب الناس تضربني وأحول لها كمان الخد التاني؟ إيه برضو أكرر، كل موقف بيتقاس لوحده، ما بنحطش المواقف دي كلها مع بعض. مثلا موقف بتاع لماذا تلطمني ده كان قدام الناس كلها، فبالتالي كان لازم يبقى فيه رد، ورد مؤدب جدا ورد قوي جدا، يعني هو مؤدب جدا وقوي جدا. إذا كنت اتكلمت بالردي اشهد على الردي، كنت اتكلمت بالحق فلماذا تلطمني. إذن هنا واضح أنه يعني رد قوي جدا ومؤدب جدا في نفس الوقت. تمام. الموضوع التاني بتاع طرد الباعة ده موضوع مختلف تماما، لحد هان المسيح ولا حد ضايق المسيح كشخص، لكن الحدث نفسه كوضع عام في الهيكل لا يصح أن يكون بيت الرب بهذا المنظر. وفي الوقت الحالي لو في الكنيسة عم بشرى أو غيره أو آباء الكنيسة هيحصل نفس الموقف هيتصرفوا نفس التصرف. لازم يبقى في موقف حازم بقى. بالظبط. ده الموقف ده ما يخشش تحت بند إن واحد أهني شخصيا، لا ده مش موضوع هنا خالص. المسيح في الموقف اللي هو بتاع طرد الباعة ما حدش أهانه شخصيا خالص، لكن هو كان غيرة بيتك أكلتني طبعا. إحساسه بالمشكلة إن البيت ربنا تحول إلى مغارة لصوص خلاه ياخد الموقف ده ويطرد الباعة. بس عشان أول نقطة يعني تاخدوا بال، يعني يمكن بتفوت على ناس كتير،
الناس متصورة أن طرد البعة دي كان زي حوش الكنيسة مثلا، لا لا مش كده. المساحة اللي كان فيها البعة دول يمكن أكبر من ملعب كرة القدم. يعني الناس اللي كانت موجودة دي ألفات. فبالتالي طرد الباعة دي معجزة توازي معجزة مثلا المولود أعمى، إن الناس الألفات دي كلها حست أكبر وأصعب بالسلطان بتاعه وطلعوا يجروا. عشان كده الرؤساء الكهنة قالوا له بأي سلطان تفعل هذا؟ عملتها إزاي؟ أي احنا بنتخيل ان هم 2 3 من الاربعين تسعة، بنتخيل ان هو شايفه كده، بنتخيل ان هو حوش الكنيسه، يعني انت فاهمه ازاي 20 30 نفر واقفين في حوش الكنيسه. لا أيوة. ما كانش كده، ده اكبر من ملعب كره القدم. طيب هستاذن نيفتك مريان كمان معانا. اهلا بيك يا مريان، صباح الخير مريان، من فضلك وطي التلفزيون وخليكي معانا من التليفون بس، مش واضح الصوت. هي معليه التلفزيون. مريان اتفضلي، صباح الخير. لا واضح انه ما جاش الصوت خالص، احنا سامعين الصوت الديلي عندها هي. اهلا وسهلا، اتفضلي. صباح الخير. صباح النور، من فضلك وطي التلفزيون، اتفضلي. حاضر. الو الو، سامعينك، اتفضلي يا مريان. الو الو يا مريان، معانا انت على الهواء، اتفضلي. ايوه مساء الخير. مساء الخير. صباح النور عليك، اتفضلي. ازيك يا استاذ؟ عايزه اسالك. ايوه مريان سامعينك يا فندم، سامعينك. انا هنا بسال سؤال، معلش، لو واحده مخاصمه الثانيه ومش حابه تقابل تقابلها، يعني مش حابه، اعمل ايه؟ احيانا الانسان لما بتحصل مشكله على بقول لحضرتك، انا دلوقتي واحده عملت معايا حبيبتي شيء وحشه، وكل مره بطوطي واطلع اقول يعني او خليني انا كويسه، وكل مرة أنا طب وبعدين بيضغطوا عليا، ماشي طب ماشي، فين المقابل يا هي؟ طيب شكرا يا مريان، وسيدنا هيجاوب عليك. شكرا. يعني أنا قلت برضو في نص الكلام، قلت الموضوع درجات. يعني أنا ممكن أحتمل مرة، أحتمل اتنين، أحتمل تلاتة، لكن مش هحتمل أكتر من كده، تعبت فمش قادر. زي ما هي قالت دلوقتي بالظبط. هي قالت عملت معايا كذا حاجه قبل كده، فانا ما حدش بيضغط عليها، بيضغط عليا انا، وبالتالي انا اللي ايه، انا اللي بستحمل. برضو انا اكرر تاني، ممكن قوي يكون الطرف التاني ده اكبر مني، زي ما انت قلتي مثلا رئيستي في الشغل، ممكن تكون حماتي، ممكن تكون عمتي، ممكن تكون حد اكبر مني، فبالتالي بيضغط عليا واللي حواليا بيضغطوا عليا انا كمان، عشان اعتذر لها او عشان اعملها كويس. انا لا اتنازل، لكن انا اللي بتنازل كل مره، هي ما بتتنازلش او ما حدش قادر يضغط عليها هي. السؤال الى اي مدى هقدر استحمل، الى اي مدى هقدر احتمل، الى اي مدى هقدر اسامح. السؤال ده برضو هكرر نفس الاجابه اللي قلتها من شويه، لو هجرب بقوتي البشريه مش هستحمل اكتر من مرتين ثلاثه. فمره بطرس سال المسيح بمنتهى الامانه، قال له كم مرة أقدر أسامح أخويا؟ 7 مرات في اليوم. أنا هقول بمنتهى الأمانة، 7 مرات في اليوم ده رقم كبير جدا لو أنا بفكر في الموضوع على أعصابي، مش هستحمل 7 مرات. بل على العكس، 1 2 3 في التالتة هكون انفجرت. طب ليه؟ لأن أنا بحاول بقوتي البشرية، بحاول استحمل على اعصابي، بحاول استحمل زي ما بيقولوا على كرامتي، كل ده طاقة معينة هتخلص. فلما بطرس قال للمسيح 7 مرات في اليوم، ده رقم كبير، المسيح رد عليه قال له لا، ده ولا ايه 70 مرة 7 مرات. هو طبعا لا يقصد 70 ولا 7، هو يقصد الى ما لا نهاية. طب هجيب منين الاحتمال ده كله اذا ما كنتش ربنا يسندني فيه؟ أكيد. هقول حاجة، موقف صعب عليا ومش قادر احتمل، أطلب أقول له يا رب يا تخلي الموقف ده ينتهي يا تديني احتمال. لكن ممكن أخد جنب شوية، مش خصام، يعني زي الآلة بتقول قدر طاقتكم استلموا جميع الناس، يعني أنا طاقتي خلصت زمن يفتك بتقول ومش قادر، ما فيهاش مشكلة أن أنا أبعد شوية، يعني أحاول ما احتكش بالمشاكل، ما اتكلمش مع الشخص ده لغاية ما أنا أهدى، يعني على الأقل الكلام من بعيد لبعيد. يبقى برضو كده احنا وصلنا لنقطة ان احنا عرفنا ان طاقتي البشرية مش مستحملة. تمام. في حالة ما اوصل لنقطة ان انا عارف ان طاقتي البشرية مش مستحملة، اطلب
أطلب احتمال. اديني يا رب ان انا احتمل. ليه؟ لان في مواقف هتجبرني ان احنا نتقابل. هنقول مثلا رايح الشغل كل يوم، طب هبطل شغل؟ مش هبطل. مثلا رايحه عند حماتي في العيد، انا عارفه ان حماتي في مشاكل كده بيننا وبين بعض، مش هروح في العيد، لازم هروح في العيد عشان اخد الولاد وجوزي ونروح نعيد عليها. فبالتالي في في ملاحظات معينه او في مواقف معينه هتيجي هتيجي. انا اقدر مثلا 3 شهور ما اشوفش حماتي او ما اشوفش عمتي او ما اقربش ناحيه البيت الفلاني، لكن في موقف معين هيجي هنتقابل. مش عايزينه يبقى بمشاحنات. بالظبط. يبقى قبل ما اروح انا عارفه ان في موقف، يا رب الموقف هروح وهقابل فلان او فلانه، فانا مش عايز يبقى في، اديني احتمال. اديني ان اليوم يعدي على خير، اديني ان انا ابتسم في وشها او ابقى يعني ايه تعاملي معاها لطيف لحد ما يعدي اليوم بسلام. يبقى نحط كده خط تحت كلمه نيفتك كررتها النهارده كتير عشان هتكون دي ختام اللقاء. نطلب الآيات اللي الناس شايفة أنها ضعف، شايفة أن احنا مفروض نشيلها من الكتاب، هي دي مصدر قوة أولاد الله. في كل وقت أطلب أن ربنا يدينا معونة أن احنا ننفذ الوصية. يعني أنا بشكرك جدا جدا سيدنا، وسعدت وتبركت بوجود نيفتك معنا النهاردة، نيفت الحبرجي للأنبا مار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، نورتنا مرة تانية. صباح النور. صباح النور. تعيش وتعلمنا وتباركنا سيدنا. شكرا لنيفتك جدا. يعني نخرج مع حضراتكم دلوقتي الفاصل ونرجع نتابع الفقرة الأخيرة في حلقة النهاردة وجولة سريعة في أهم عناوين الصحف اليومية.